يا مستحق المدح والتعظيم والحمد والتبجيل والطاعة، يا مقسم رزاق البشر تقسيم، يا مخزي الشيطان وتباع، انك تبارك فرحة ابراهيم واكتب له التوفيق بانواع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. في ليلة من أجمل الليالي، وفي حفل بهيج غردت فيه العصافير وتراقصت فيه الأشجار وتفتحت فيه أغصان الأشجار وتفتحت فيه الزهور، عندما علمنا بقدوم أغلى الضيوف، أهلا بكم بعدد حبات الرمال، أهلا بكم بعدد حبات المطر، مرحبا بكم بعدد النجوم في السماء اللامعة في الفضاء الواسع، فمرحبا بكم أهلا وسهلا في هذا الحفل البهيج، حياكم الله وبياكم. كلمة ترحيبية لصاحب هذا الحفل فضيلة الشيخ حسن بن علي المحاصي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يتصل ويدوم، وأشكره شكرا استحقه الحي القيوم، وأصلي وأسلم على نور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفي الكرام، سعادة الدكاترة والعمداء والعقداء، منتدى جازان ثقافة وأدب، أصهارنا من قرية شهدة، أفراد قبيلة آل المحاصي، وجميع أهالي قرية المحاصية بدون تخصيص، وجميع الضيوف الذين زارونا في هذه الليلة السعيدة من قرية العشة، وعلى رأسهم صديقي أبو فيصل عبد الله حيدر، وأقاربي من قرية حلة علي بن موسى والجارة وأبي السلع، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحتفى به عريسنا وحبيبنا الغالي محمد بن حسن علي محاصي، أنا الليلة سعادتي غامرة بأن أزوج أحد أبنائي، وهو واسطة العقد، وواسطة العقد تكون الجمانة. أنا الليلة فخور بجميع الحضور، فراحتنا الليلة لقد ازددت شرفا على شرف، فحياكم الله عندما اختطت أقدامكم، ومرحبا بالأخ هادي طالبي وبالهدية التي قدمها لنا الآن مباشرة، أهلا وسهلا بالجميع. الحقيقة إنني الليلة صراحة سعيدة، سعادة لا تكاد توصف، فمرحبا بكم جميعا بدون تخصيص، وحللتم أهلا ووطأتم سهلا، حياكم الله جميعا. ولا أطيل عليكم في فقرات الليلة، وآخر كلامي الحمد لله رب العالمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى جازان ثقافة وأدب، منتدى ثقافي وأدبي واجتماعي جمع نخبة من علماء المنطقة، من المثقفين والعلماء والأدباء والباحثين والشعراء والرسامين والحرفيين والمهتمين بالزراعة والآثار والتراث. كلمة لرئيس منتدى جازان ثقافة وأدب الأستاذ يحيى بن محمد الأمير، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأفراح في هذه الليلة الجميلة التي جمعت هذه الوجهة الغالية النيرة. يسرنا أن نتقدم بالتهنئة لأخينا الشيخ حسن محاصي بمناسبة زواج ولده إبراهيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. باسمي وباسم أعضاء منتدى جازان الحاضرين معي الذين قدموني ولست بخير منهم، والله إني قد بدأت أن أذكر أسماءهم شخصا ولكن سيطول الوقت. يسرنا ونسعدنا أن نرحب بضيوف الشيخ حسن محاصي أولا، ثم بأعضاء منتدى جازان الذين شاركونا هذه الليلة السعيدة، كما ندعو للعريسين بالتوفيق والنجاح في حياتهم الزوجية. كما يسعدنا أن نتقدم الليلة بعطاء لأخينا الشيخ حسن محاصي، وهو عطاء قليل ولكن يسعنا منه العذر والجميل، فإن كان كثيرا فهو يستحقه ويستحق أكثر من ذلك، وإن كان قليلا فليسترنا جميله. أعظمنا يا شيخ حسن على القصور، ودنا أن يكون العطاء إن شاء الله في المقبلات أفضل وأفضل، وأنت أخينا ودائما معنا في المسرات والمدرات، لكن إن شاء الله سبحانه والله حياك الله. والله أنا دعوتكم لتشريف هذه الليلة وقد شرفتموني صراحة، ولا تكاد تسعني السعادة الليلة، فأنا صراحة فرحا بمقدمكم ومرحبا بكم. عندما اخططت أقدامكم والله صراحة أنا ما كنت أريد عطاء، فعطاءكم هو حضوركم، وأنتم كرام والكريم لا يرد، حياكم الله. فعطاءكم عندي يسوى الكثير والكثير، وحضوركم الذي شرفني هذه الليلة أمام إخواني وقبيلتي وأهالي قريتي، فحياكم الله. عد ما أخططت أقدامكم اللي جاء من صامطة واللي جاء من بعريش واللي جاء من ضمد واللي جاء من باش، وتجشمتم الصعاب، فهذه صراحة أعتبرها محبة ومودة وأخوة تفوق الوصف. جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم، حياكم الله. جازان أرض الشعر والفن والأدب، ومن أرضها نشأ الأدباء والمثقفون، فعندما تذكر جازان تذكر الشعر والأدب والثقافة. قصيدة شعرية للشاعر يحيى دوشي، فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا. أقول بسم الله رب البرية، اللي نسب فرعون موسى بن عمران، واللي من الأحزاب نجى نبيه ورد أبو سفيان يائس،
وخسران، استغفره من كل ذنب وخطية، وعوذ به من كل حاسد وخوان. وسلام يا الحضار مني تحية، مضمنة بعذب الفرايد والأوزان، باسم المحاصي حميدة السجية، الأجود يا أبو الوفاء عالي الشان، حسن أبو أحمد سيف المنية اللي ترجح كفته بكل ميزان. وأنا موصى من المحاصي وصية أني أحييكم رعايا وشيخان، فالله يحييكم. وأنا موصى من المحاصي وصية أني أحييكم رعايا وشيخان، فالله يحييكم. تحية قوية يسمع صداها أهل المحلة وغوان، والفين مرحب يا الرجال الوفية، أنتم سماعة العز وللعز برهان، بوجودكم ليلتنا حلوة وهنية، وحفلها المشهودة بحضوركم زان. وأنا لجل عين المحاصي وذوية اللي لهم في صفحة المجد عنوان، نظمت قيفاني وسرجت المطية وجيتهم وأنا مشوش وطربان، أردد مع النابوش وصفق بدي وارقص إذا غنى الفقيه بل الحان، وفي الشعلة الاثنين صورة وهوية. نظمت قيفاني وسرجت المطية وجيتهم وأنا مشوش وطربان، أردد مع النابوش وصفق بدي وارقص إذا غنى الفقيه بل الحان، وفي الشعلة الاثنين صورة وهوية. واضح وضوح الثريا للأعيان، ومنافس الاثنين يبشر بكية ما ينجى منها حتى لو كان فنان، وأنا معاهم مثل سالم ربيع اللي تلقى الجلد في حرب لبنان، لكن قسم لو خلوا راسي فضية فدى العريس وأبوه والستة الأخوان عيال حسن، لكن قسم لو خلوا راسي فضية فدى العريس وأبوه والستة الأخوان عيال حسن، أهل اليدين الصخية اللي بهم تفخر مشايخ وعربان، أحمد ويحيى أهل الوفاء والحمية، ومحمد وموسى محزمه وين ما كان، وأنور وخالد الرجال العصية، درع العريس اللي مثل بدرة شعبان، وعيال المحاصي نارهم صرمدية، ولا مثلهم في عزة النفس إنسان، قوم لهم صولات في كل هيا، والدقم يعرف باسهم قبل جحفان، وأولاد حسن شروى الرجال الأبية اللي لهم بالحفل معلم ونيشان، صغيرهم لا قام يدحن سرية، وكبيرهم بالصيرمي يرهب الجان، وأبوهم عز الله ما شفت زيه وافي ولا في الجيد، عيبة ونقصان عنده كرم حاتم وفزعة أمية، وقدام بن شداد في حرب ذبيان، وحسن من اللي لم تخابه خوية، يلقاه محزم ساعة الجد مليان، وفيه ونعم عد وبل العشية من دون قاصر في المشايخ والأعيان، والليلة فرحة وفرحة ما هي شوية، فرحة عمر لعريسنا طير حوران، والتهنية للكفو واجب علي وفرض لإبراهيم على شعب جيزان، ولازم نبارك للمحاصي سوية، والليلة فرحة وفرحة ما هي شوية، فرحة عمر لعريسنا طير حوران، والتهنية للكفو واجب علي وفرض لإبراهيم على شعب جيزان، ولازم نبارك للمحاصي سوية، مباركة من قلب صادق وفرحان، مبروك يا نجم النجوم المضية، تبريك أحلى من عسل نوف دوعان، وليلة فاحت بالورودة الزكية، والله يتممها على خير وإحسان. وبالختام مني سلام وتحية هدية من قلب للحبايب وخلان، وهذا وصلوا على خير البرية محمد المختار من نسل عدنان، وسلامتكم. من أرض صامتة الأبية، أرض الرجال الأبطال، إلى المحاصية أرض الكرم والجود، باقات ورد وجوري، وتهنئة كريمة من السيد هادي طالبي، فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف ألف مبروك، وأقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. الأستاذ حسن محاصي، يتردد هذا الاسم كثيرا في منتدى مزارعي منطقة جازان، وصوته المجلجل الذي أسعد كثيرا حينما أسمعه، فقد
نبش الماضي بكل ما فيه من تراث مجيد وبكل ما فيه من إرث عظيم يريد أن يورثه للأجيال القادمة بمصطلحاته الزراعية وبمصطلحات ذلك العرف القديم وتلك القيم النبيلة التي زرعت في الآباء والأجداد. جئت مباركاً أخي حسن وجئت مهنئاً، وأقول سعادتي لا توصف بأن أكون بينكم هذه الليلة رغم المعرفة القريبة جداً، ولكن القلوب تقاربت كثيراً فيما بيننا، فسعادتي لا توصف. وقد جئت بهدية متواضعة، بوكيه من الورد، وليس ورداً وإنما من الدخن، الدخن الأصيل الذي جمعته من مزرعتي هذه الليلة، وأردت أن أقدمه هدية لوالد العريس وللعريس أيضاً. فلكم مني جزيل الشكر أن تقبلوا مني هذه الهدية أخي حسن. أغلى هدية، والله أغلى هدية. ولدي عطاء أتمنى أن يقبلوا مني، وشكراً جزيلاً. أبداً. حياك الله يحفظك، الله يحفظك. سعادتي كبيرة جداً أن أكون بينكم. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتسامة المزارعين حتى هداياهم غير فن. يعني تخيلوا من فكر في هذه الهدية غير هذا؟ ما فكر إنه هو غير هذا الطالب، طبعا رجل مزارع ورجل خبير ورجل علم وتعليم. أيضا في عم حسن نفس الخبرات المناظرة، كلهم في الزراعة ما شاء الله عليهم، وشرف الحفل الليلة عريسنا البدر المضيف هذه الليلة بجوار والدي. فألف ألف مبروك وشكرا للاثنين على هذا التوجه. شكري والتقدير يا أخي يا صديقي هادي طالبي الذي اعتبره الليلة ممثلا لمنتدى مزارعي جازان، وهذا المنتدى كان سيحضر الليلة لولا أن عندهم مهرجان عذق في محافظة ضمد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر آل سعود، فطلبوا مني صراحة العذر، وأعذرت أولئك الرجال لأنهم في محفل أكبر من هذا المحفل. فشكرا للأخ هادي طالبي المزارع الكبير من محافظة صامتة ورجل الأعمال، شكرا على الباقة التي قدمها وهي أغلى باقة، وشكرا لعطائه، وأنا أرى إن حضوره الليلة أكبر عطاء وزادني غبطة وسرورا، فجزاه الله خير الجزاء. وقد أطراني بعطر الثناء، وقد كنت قبل 5 أيام ممثلا لمنطقة جازان في مدينة الرياض في منظمة الفاو للأغذية والزراعة بإشراف وزارة الزراعة والمياه وبحضور الوزير، وقد حضر معي أخوين آخرين من المنطقة هو حسن حبيبي الذي سيحضر الليلة بعد انتهاء مهرجان عذق، وكذلك الأخ يحيى صالح. كنا 3 ممثلين لمنطقة جازان في الزراعة البعلية. شكرا لك يا أخ يحيى هادي طالبي، لك عاطر الثناء، وجزاك الله خيرا على تجشم الصعاب. الآن دور النابوش.
فماذا عساني أن أقول فالشرح يا الغالي طول. يا شاعر النثر الجمال كالغيث مدرار الهطول. قصيدة للشاعر الشعبي المحبوب محمد إبراهيم عطيف النابوش. كلما بديت كان الحرف قاسي، كلما بديت كان الحرف قاسي، كيف أبداها بكم آل المحاصي، ما تطاوعني الحروف قمت أهلبها كما هلب الرحايل. قلت ذلا ناس من عز القبائل، بد أنظمها سلوس من ذهب أنظم ومن فضة دارج، وأصير أفكاري أدور لي مخارج في المحاصي. ويش أقول كلما الوي حرف يجيني مرسم، كلما ارسم عن بناء غير ومنظم في المحاصي غير غير. ربي بارحني ودبر لي بصيرة، قلت أبدأ بالضيوف اللي تعنوا، أرحبوا مليون في العرس وتهنوا. عندنا طاب المقام عند أبو إبراهيم حمال الثقيلة، السدير اللي تفاخر بالقبيلة، من طحاطيح الرجال لا سكب كفو سكب شهدان وبحر، لا سكب كفو سكب شهدان وبحر، ما يردوا عدن وسيول التحدر، ونعطى دب العطاء الخبير اللي تفاخر بالزراعة، الخبير اللي تفاخر بالزراعة، الخبير اللي تفاخر بالزراعة. والشهم يكفيك عن قل الجماعة، في المواجب ما يغيب، قد عسكر من قبل يحمي بلاده، والقلم بيده ما ينشف مداده. كم تغرب في البلاد رحلة التعليم من قمة على قمة، والإدارة في حياته أكبر مهمة، خاضها رغم الصعاب مثل أبو أحمد وفاء قولوا فعايل، يختصر كل الشيم وأحلى الشمايل بين أهله والصحاب، من جبل يعزم ويعزم من سواحل، والحضر والبدو تقبل بالزوامل، والفرق من كل صوب، والشعر في محضر وشاعر وشاعر، هذا دلعلو وذا هز المشاعر، واللي ساري في العروض ليلة مبروكة حضرها من حضرها، من نواحي المملكة بر وجزرها، واللي من عمق البلاد مرحبا مليون يلي شرفونا. العريس اليوم فوق الكل عالي، كالبدر يضوي بعين الكل غالي، كلكم هنوا العريس بلهن إبراهيم، هذه خير ليلة وأول المشوار في الرحلة الطويلة. قول بسم الله ودوس في الحقيقة قدها يا خير فارس، فانت من صلب لهذا الحال دارس، علمك خير الدروس فيك همة بوك وجلادة من أمك، أم أحمد من حمل همه وهمك، وأخوتك همل وأخوتكم والخوات. أرفع يدينك وأدع الله ربك، أرفع يدينك وأدع الله ربك إنه يحفظها لكم من كل قلبك، فالفضل للأمهات بعد فضل الله هم حضن الرعاية، وأخوتك أبطال في صفين جنبك، كل واحد منهم ماشي بدربك، وانت تظلم ما تريد عندك احمد لا وقف ترتز قامة، اما يحيى كف وهامة فوق هامة، ومحمد لا يهون، وانت يا دكتور موسى ما نسيتك، في الصحية تاج للمرضى ريتك، محزم الفزع لخوك والسند انور، وراس المال خالد، والنعم بوكم ترنوا خير والد، ماهب النرقى مثال، كلنا الليلة جيناكم نهني، منتدى جيزاني والتشريف يعني، لا حضر يحيى الأمير، واشكر الأعضاء واللي شرفونا.
واشكر الأعضاء واللي شرفونا والذي بصواتهم جو اسعدونا واخوة الشعر الكرام والختم صلوا على خير البرية. اللهم صل وسلم وسلم. أيها الحبل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الليلة المباركة والسعيدة. باسمكم جميعا نقول لعريسنا إبراهيم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كما نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأسرة العروسين ولأسرة العريسين دائما وبالتوفيق والسداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شادي جازان، ذلك الشاعر الفذ والصوت العذب، شاعر غنى أجمل الألحان وعطر المكان، تصغي له الآذان طربا وترتاح له النفوس. قصيدة مع الشاعر الشادي جازان، فليتفضل. جينا نلب بطيب دعوات هلا الطيب، دعوات أبو إبراهيم غالي ودعانا حسن محاصي شيخ أهل المواجيد، في عرس نجل يطيبه ملتقانا عريسنا إبراهيم زف التراحيب، في حفل يجمع كل نجم بسمانا والكل جاي شارك فرحكم بلا ريب، وكل الفرح والسعد عطر مسانا. يقول جينا نلبي الطيب دعوة هل الطيب، دعوة أبو إبراهيم غالي ودعانا حسن محاصي شيخ أهل المواجيب، في عرس نجلة يطيب به ملتقانا وعريسنا إبراهيم زف التراحيب، في حفل يجمع كل نجم بسمانا والكل جاي شارك فرحكم بلا ريب، وكل الفرح والسعد عطر مسانا. عريسنا يا بدر بادي دامت لياليك السرور، يا جعل أفراحك تعادي ويجعل دروبك دوم نور، يا أهل الكرم في كل نادي محاصية أخوان الصقور، لابتكم بيض الأيادي ما ينام قاصدكم بجور، وسلام بعطور الزهور وفل وكادي وخضر العريسنا الغالي في ليلة عرسه وكل من حضر، جينا نشارك فرحكم من البدو ومن الحضر، وندعي عسى ربي يجمعكم على خير الأثر، ومبارك وندعي يديم أفراحكم طول العمر، ومبارك وندعي يديم أفراحكم طول العمر وسلامتكم، والله يتمم أفراحكم وسعدكم. قصيدة لطائر الجبل الشاعر أحمد بن جحران المعيني أبو حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول للعريس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، ونبارك لأخونا الأستاذ حسن المحاصي ولأهل العروسة ولكل من يعز عليهم هذا الفرح الجميل. أقول أبيات بسيطة إن شاء الله ما تكون في مستوى الحدث. يا سلام يا سلام الحب يا أهل الحافل، عد فرح القلوب وعد غايثها ما، وعد زهر الخزامة والسكاب والنفل، جيت أهني وبارك فرحكم قد سما، والله يجعل مساكم بين فرح وفل، وفرحكم دوم يبقى في سرور ونامه.
طبعا هذه أبيات، وأما القصيدة فنقول فيها: داعي فرح من داعي فرح من طيب الذكر جاري، وساعة الأفاني قلت مرحب ولبيه، واسرجت الأفكاري خيول المعاني بغل التهاني والأماني نوافيه، وطيب فني سابق خطوتي والزمان ويعانق الداعي ويشكر مساعيه، من خصني في داعي أهله مكاني هذا المحاصي وافي الذكر نغليه، شيخ علم معروف كفو النخاني أفرح لفرحة قبل ما الحرف يأتيه، مبروك رددها من أقصى المحالي لا للمحاصي وكل وافي يهنيه، وفراحكم يا أهل الفرح له معاني ألفة ومحبة وصادق القول نهديه، والفارس اللي شع نوره وباني نور الفرح أسعدكم الله بما فيه، ولا للمحاسي والله انها اماني والشوق يرقص من فرحكم ويطريه، ويا للمحاسي والله انها اماني والشوق يرقص من فرحكم ويطريه، وان كان يقصر عن شعوري لساني فالحب يوفي كل نقص ويغطيه، وان كان يقصر عن شعوري لساني فالحب يوفي كل نقص ويغطيه، وانتم هل الطولات في كل شاني وهل الكرم لجودكم من يباريه، وليل الخليل بن حسن ليل ثاني فرحني ناجيبه وفرح محبه وغاليه، وليل الخليل بن حسن ليل ثاني فرحني باهيبه وينزها محبه وغاليه، الله يهنيكم وتحيوا سرور واماني فرحا يدوم درب اخضر بصافيه، وباسم الاماني جيت ليله التهاني من منتدى جازان باسمي ومن فيه، وختم القصيده ان كان قصر لساني والله وتالله قلت يا داعي الفرح لبيه سلامتكم. شاعرنا القادم رفض ان اقدم له باي كلمه وقال دع التقديم للجمهور، فليتفضل شاعرنا. السلام عليكم. الله أكبر عدم البراق لاحي، وأنا ذي الليلة أحس بارتياحي وأرى الدنيا تنور في زواجك يا المحاصل كل حاضر، ذا بحر والله يعين اللي خاطر ونغرق يكتب شهيد، التبارك مني لإبراهيم ترسل، ليتنا الليلة مع الغالي تجمل واني وفي باللزوم، خذنا يا إبراهيم لك مثل الذخاير، خذنا يا إبراهيم لك مثل الذخاير، لو تشانا في السماء من بقي طاير في إيدينك تطيح، شوف يا إبراهيم أخوانك قبالك كلهم ذي الليلة ما خلق لحالك في يمينك واقفين، شوف يا إبراهيم أصحابك قبالك كلهم ذي الليلة ما خلق لحالك في يمينك واقفين، ذا أبوك اليوم رحب في ضيوفه، ذا أبوك اليوم رحب في ضيوفه، الكرم والجود مخلوق في كفوفه حسن يا نسل الكرام، وانت عالي فوق متعلي مكانك، وانت عالي فوق متعلي مكانك يا ابو احمد بالكرم حاتم زمانك، وانت لك قدر وشان، التبارك مني يا ابراهيم تجدد، يا عسى الافراح في عمرك تؤبد، يا عسى طول الزمان، لو اقول انك محاصي ذا كفايه، لو اقول انك محاصي ذا كفايه، للكرم والجود والمعروف ايه، كلكم نعم الرجال، واخوتك حولك تراهم كالكتايب، اخوتك حولك تراهم كالكتايب، هم رجال يدعسوا رؤوس المصايب ما يهابون الصعاب، لو رموا في رميهم رمي القنابل، لو رموا في رميهم رمي القنابل، وان مشوا في الارض بركان وزلازل خصمهم يقضي حطام، المحاصي
المحاصي والله انعم خير لابه لا مشوهبه لهم مثل الثيابه في المواقف يلتقون الكرم من طبعهم والطبع وافي والله يعلم ما هو فيهم عاد وخافي نعم قوم يشكرون من عرفكم والله يبشر بالبشاير من عرفكم والله يبشر بالبشاير زود ارباحه ولا يعرف خساير والمكاسب في مزيد يا عسى افراحكم دايم زياده للاخوه الشعراء منتدى جازان ثقافه وادب صراحه ما انتهينا انما فقره العشاء وبعدها ستبدا الفرق الشعبيه ان شاء الله فلنا امسيه الليله صباحيه وبعد كذا ان شاء الله جايانا فرقه من شهده مشغولين بحفله ثانيه سينتهون وهم اهل الرقص واهل الفن واهل اصول اللعب انتظرونا الليله لحظات وسندعوكم للعشاء والعشاء جاهز
سقاني من الماء لا 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 يحسب الفاض بالماء أمس قال لي بجنبي يحسب الفاض بالماء
Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا ليس سود الربوع. اي والله. وإنما سود المحاسن الليلة. ما شاء الله. سلام سلام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. البركة عليكم جميعا. صلوا علينا. عقبالكم إن شاء الله.